منذ 1427 وهذا مجالهم في السوق. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. اسمهم قمة اختيار العود، ولهم 3 فروع في الرياض وفرع في خميس مشير. الجودة والثقة وأيضا العروض اللي تستمر إلى نهاية رمضان أو نفاذ الكمية، والكل يقدر يستفيد لأن عندهم شحن لجميع المناطق على حساب المشتري. العروض والأسعار والأصناف في قمة اختيار العود في السنابات القادمة. شوف يا جماعة، التوزيعات سعر شبه جملة مباشرة، مخلط قمة العود، مخلط القمة هذا أو القمة، نعم هذا خاص بقمة اختيار العود، مدموج من 4 روائح اللي هو المسك، اللي هو المسك الشفاف مع المسك الأصلي مسك الغزال، وكذلك مع دهن عود هندي درزن كامل 12 عبوة. الأصل ترى قيمتها 400 ريال، احنا نزلناه قبل شوي 100 وشوي، وأنا رفضت. أنت رفضت، قلت أبي عرض قوي جدا للغالين اللي عندي. قال ماجد بس شرط الوحيد ترى 5 أيام إلى 6 أيام ويشمل فترة الرواتب. 79 ريال فقط، 12 عبوة درزن كامل في قمة اختيار العود. لا يقول العميل اللي يشتري يقول هذه توزيعات، لا احنا نهتم بالجودة. ممتاز. إذا أخذه وفتحه ما زال معه المنتج، استرجاع إلى آخر ريال، إلى آخر علبة. يا سلام، ممتاز جدا، ولا طاح إلا الشر. للعلم الكل يقدر يستفيد، لهم 3 فروع وأيضا توصيل لجميع المناطق. توصيل مجاني ولا برسوم؟ لا مجاني. التوصيل مجاني، يعني التوزيعات أيضا توصيلها مجانا يا بلاش. فعليا منذ 1427 قمة اختيار العود. أبو صالح، عروضكم القوية مدتها 5 أيام إلى نهاية الشهر 31 مارس. صحيح. وتشمل فترة الرواتب. صحيح. عطني تفاصيل عن قمة اختيار العود. شوف، صلاة رسول الله، اللهم صل وسلم. اولا حياك الله وحيا الله المتابعين جميعا. الله يحييك. حلم في قمه اختيار العود، نهتم دائما بالجوده، انه تكون الجوده على اعلى مستوياتها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عندنا الاسترجاع متاح الى اخر كميه. يعني انا قلت لك قبل شوي لو بقي جرام واحد عند العميل بالامكان، يقول لي اي احد ياخذ من عندي عود مهما كان وزنه، لو بقت حبه واحده تراني بسترجع له قيمة وزن هالعود، لأن مهتمين في الجودة الرائحة، بيكسبون زبون أكثر من أنها بيع بشكل سريع. لا سمت، تفضل. أنا أشوفك ما شاء الله مهتم جدا بمتابعينك، اللهم لك الحمد وحظهم فيك ما شاء الله. لنا تقريبا نص ساعة والله العظيم نجهز لكم العروض القوية والأسعار. قلت لي لا نزل تقريبا، عدلت 5 عروض من ناحية الأسعار، وقال لي ماجد أبى أطلبك طلب. قلت وشو؟ قال تراها 5 أيام إلى 6 أيام، بعد 6 أيام أعذرني. لذلك اللي بيستفيد، هذه الأسعار فعليا خصصت لكم والله لي نص ساعة، غيرنا يمكن إلى 6 عروض 7 عروض. تأخذ جودة ومنتج وسعر وأنت متشرف، وأيضا شحن لجميع المناطق على حساب المشتري مجاني بعد. نعم. يا سلام. طيب أبى أقول لك شيء. سام، دام لك أنت نزلت الأسعار هذه، انا اقول للشباب وشي، قلت خلاص ما بي مكسب، انا يهمني بس العميل يعرف جودة قمة اختيار العود بس. يا سلام، ما في الحكاية فايدة. لذلك اسمع الجودة والعروض في السنابات القادمة. مباخر توزيعات العود الفاخرة، عطني تفاصيل عنها. هذه يا طويل العمر والسلامة مناسبة عندك في السيارة، في المكتب، في البيت، اهداءات، وبعدين سهلة الحمل وسهلة الاشتعال. أبسأل سؤال، كم حبة؟ 20 حبة. 20 حبة، وإذا ما ناسبتهم يرجعونا إلى آخر ريال. يرجعونا طبعاً. العود اللي فيه حنا اللي مسوينه بجودة أعلى، كان فيه عود أقل جودة شريناها من الصين، الآن بدلناها بعود جودة أعلى. يجيكم بهالطريقة يا جماعة. 45 دقيقة شرط تجلس. يا سلام، 20 حبة وبسعر شبه جملة بكم؟ 49 ريال. سؤال، يشمل التوصيل ولا ما يشمله؟ التوصيل عندنا يشمل لجميع المنتجات. جميعها. حتى هذا يشمله 49. نعم. يعني لجميع المنتجات. يا جماعة تدفعون 49، 20 حبة وشامل التوصيل إلى باب البيت وين ما كنت. استهل. 5 أيام إلى 31 مارس أو نفاذ الكميات. تعرفون أكثر من 7 أو 8 مرات يرجعون يغيرون لكم الأسعار، لذلك تشمل الفروع وتشمل المتجر. أعذرني أشغلتك والله. كل شوي أقول له حط السعر الفلان، تراهم يستاهلون، وأنا والله أني ما أرضى عليكم تماما. لذلك الأسعار اللي تشوفونها قدامكم من الآخر، لو تشيكون بعد 5 أيام 6 أيام تنتهي العروض فعليا. مباخر عساكم من عوادة، عطني تفاصيل عنها. هذه مباخر عساكم من عوادة تجيك مع أعواد الند جاهزة للإهداء،
يا سلام. أعواد الند اللي فيها جودة عالية، ما هو بأي جودة طبعاً. الأعواد الند اللي يعرف تفاصيلها، في جودات يسمونها الكرتونية، وفي جودات خشب، وفي جودات عالية. هذا اللي موجود مروكي طبيعي مرة ممتاز. غير عن كذا بتهدي شيء يجملك وتطلع عليك الحبة بأقل من 5 ريال. تهدي وأنت متشرف في العيد بإذن الله مع عبارات العيد. عساكم من عواده 12 مبخرة خشبية ومعها الأعواد، بكم يأخذونها وتوصل إلى باب البيت؟ 59 ريال. هالكمية كاملة 12 حبة درزن مع التغليف. وصل هنا بوكس المسافر، عطني تفاصيل هالبوكس. بوكس المسافر، أنت إذا سافرت بعض الأحيان تأخذ المبخرة. أحتاج عود ومبخرة وولاعة وملقاط وكلش. لا، إنه تأخذ شيء وتنسى شيء. أحسن. جمعناها لك بوكس واحد. أبسأل قبل البوكس، الآن أنا راعي سفر دوما، أحط مثل هذه الأغراض معي في الشنطة، أوصل الوجهة اللي أنا إلا الأمور كلها متبعثرة، وش الوضع الآن لو أقلبها يطيح؟ ما يطيح أبدا، ما يطيح. يا سلام. هذا يطول عمر السلامة، بحكم أنه أكثر العمر يطلبون بوكسات زي كذا جمعنا لهم، اللي هو الولاعة مع الملقاط مع عود، هذا هو اللي على المبخرة، بيور صافي، وكذلك الفحم. يا وهذه تعتبر مبخرة متنقلة. أحسنت. كل هذا 141 ريال، شامل التوصيل. شامل التوصيل والضريبة. يا سلام. كل شيء، الأسعار اللي عندنا ترى شاملة للضريبة. يا سلام يا جماعة، حتى توصيل يشمله ب 141 ريال هالبوكس المتكامل. العود الحالة ب 120 ريال يباع. هذه أوقية طبعاً. أوقية. ممتاز جداً. وش نوعه؟ مروكي؟ مروكي دقة فاخر بيور. ممتاز محسن. ب 141 ريال في قمة اختيار العود، ويوصلك إلى باب البيت 5 أيام إلى 31 مارس. يجيكم بهالشكل. يا سلام. أنغز الشاشة على ما قال. شنط التوزيعات، عطني تفاصيل عنها. 6 شنط. توزيعات بألوان مختلفة أو لون واحد. يا سلام. نص درزن، 6 حبات. نعم، جلد والحجم وسط. يا سلام، الحجم الوسط. مناسبة للإهداءات، توزيعات بس على 49 ريال. 49 ريال كل هالست حبات، وزيدكم من الشعر بيت، تصلهم إلى باب البيت التوصيل مجاني. يا سلام. بلاش. وين حنا فيه؟ في قمة اختيار العود، عروضهم إلى 31 مارس. وصل عندهم بوكس ألفة، حسبك، عطني تفاصيل هالبوكس. هو يا لبنك يباع ب 150 ريال، مخلط دهن عود الشوخ يباع ب 57 ريال، وعندك وقية ونص من هذا ب 180 ريال. يا سلام، هذا كم كان قبل العرض وأنا طلبته بالسعر؟ عطني تفاصيل. كم كان قبل العرض؟ ب 460 ريال. وطلبتك السعر اللي لهم ومدته 5 أيام؟ كم؟ اللي هو 199 ريال. بوكس ألفة، أزيدكم من الشعر بيت، هذا يوصلكم مجانا إلى باب البيت بنفس السعر. سوينا إعلان عند كم من شخص وبعنا ما شاء الله كميات منه، ما نزلناه بالسعر. أنا عارف، لذلك لكم ب 199 ريال، وتستاهلون. ما نجيب لكم إلا الشيء الناحي. توه واصل عندهم صندوق الشيوخ الفاخر، عطني تفاصيله. أول إعلان عندك، أول شيء أباك تشوف جمال البوكس. خشبي كله. خشبي كامل. يا سلام. تفصيل من الداخل. الله عليك. هذا خاص بقمة اختيار. عطني تفاصيل هل. عندنا 4 وقيات، الوقية أقل وقية تباع 110 ريال. عندك 4 وقيات مع مبخرة متحركة، ومعها الملقاطة الذهبية، ومعها كذلك مبخرة ذكية بأعوادها. كل هذا البوكس في الأصل ب 460 ريال. أنا طلبته السعر يا جماعة. بكم وشامل التوصيل إلى باب البيت؟ 248 ريال. استاهلون. أنا طلبت هالعرض لكم، 4 وقايب كامل تفاصيلها مع المباخر، المبخرة الذكية، المبخرة اللي تشوفونها قدامكم الذهبية والملقاط. سم. العرض إما إلى 5 أيام أو نفذ الكمية، إذا نفذ أنا أعتذر. يا سلام، لأن هذا العرض أنا طلبت هالسعر وقال ما أقدر، قلت استاهلون، قال طيب 5 أيام أو نفذ الكمية إلى 31 مارس، أو إذا انتهت الكميات ب 248 ريال، ويوصلكم إلى باب البيت بهالتغليف، تحطه وأنت متشرف، ويوصلك إلى باب البيت بهالطريقة. يا سلام. كم الوزن اللي يأخذونه من هالعود؟ 100 جرام. 4 وقيات. طيب عطني تفاصيل. المروكي الجنتبوري من أنواع المروكي الخاصة فينا حين كقمة اختيار العود، ونشرف على تحسينه. أنا أبيك تشم الرائحة وتعطيني رأيك بكل أمانة. بيور صافي بدون مستكن نهائيا. قبل هذا كله
الاسترجاع يقول لي إلى آخر ريال. لو خدته وبقت عندك حبة ودك ترجع الحبة هذه أي وقت تقدر ترجعها ويوزنونها لك. مضمون مرجع. يا سلام، عطني تفاصيله. هذا في الأصل أنه يباع ب400 وحاجة، والله ما أعرف كم السعر، 400 وعليها. الآن إحنا كنا منزلينه 200 وشوي، أنت قلت لا خلوه إلى 199. وشامل التوصيل ويشمله الفحم ومية جرام من العود اللي ذكره بالإضافة. وش اللي بيدك؟ مخلط دهن عند الشيوخ. يعني معه هديتين مجان. فحم الجود أول محل ينزل عندهم قمة اختيار العود مغلفة كل حبة بالحال. هذا هدية مجانية، كذلك مخلط دهن عند الشيوخ هدية مجانية. ومية جرام ب199 ريال وشامل التوصيل إلى باب البيت. يا سلام. سعر الجرام هنا بكم؟ بريالين. في الأصل إن سعر الجرام ب4 ريال. وكل ما طلب العميل جرامات أكثر كل ما نزل السعر معه. طيب وش تفاصيله؟ هذا الله يحفظك عود سريلانكي محسن. اي نعم محسن. الريسين اللي موجود فيه مدموج ما بين المروكي والكلمنتان برائحة جميلة جدا هذه، وزبد عالي وثبات ما شاء الله تبارك الله وفوحان، وعليه تقييمات العملة موجودة بالمتجر، رائحة خرافية. وأنا أنصح فيه وبقوة الجرام بريالين، معاكم الجرام إلى 1000 جرام. طيب سؤال، واحد طالب نقول 100 جرام أو 50 جرام، توصيله مجانا؟ توصيل مجان، 50 جرام 100 جرام توصيل مجان، لكن جرام بريالين. صح. أي يعني كحد أدنى 50 جرام. 50 جرام توصيل مجان. توصيل مجانا. حين هذا جرامه بريالين. صحيح. طيب التوصيل فيه مجانا فوق 50 جرام. صحيح. يا سلام. طبعا الاسترجاع متاح. متاح عندك. حتى 1 جرام متاح. ممتاز. جرامه بريالين والاسترجاع مفتوح. إلى متى طيب الاسترجاع؟ إلى ما لا نهاية. هذا هو زبده والرائحة بيوصل. طيب جرامه بريالين يا جماعة في قمة اختيار العود إلى 31 مارس أو نفاد الكميات. للطلب ارفع الشاشة. أبو صالح سمع. عطني تفاصيل عن العود اللي عندك، الأنواع الثانية. طيب شوف صلعة بسرعة. حين في الأصل الأعواد اللي موجودة عندنا زي ما ذكرت لك تحت إشراف، والأعواد اللي موجودة بالفروع كلها بيور صافي بدون مستكر، نضمن للعميل الرائحة والجودة، وإذا ما ناسبه يرجعه إلى آخر كسر. هذه سياستنا من قبل تقريباً 17 سنة وحن شغالية على هذا. ممتاز. عندهم أنواع كثيرة تقدر تجي للفرع وجرب. في عندنا قسم العطور، العطور الخاصة بقمة اختيار العود ثبات 24 ساعة. كذلك نضمن لك أن العطور اللي موجودة عندنا ليست مستوحاة بل هي خاصة بقمة اختيار العود، وإذا ما ناسب مع العميل كذلك نستقبل العميل بالاسترجاع. عليها خصومات طيب للعود العطور؟ العطور هذه عليها خصم 50% واللي بالأعلى عليها خصم يصل إلى 30%. عطور خاصة فيهم وخصمها فيها 40% وفيها 50%. خصوص الجملة يا أبو صالح، في عندنا فرعنا اللي هو جوار جامع الحسين بن علي نستقبل فيه التجار اللي يبغون يشترون بالجملة، بفضل الله مورد أنواع خاصة لنا أو بعض التجار يطلب أنواع خاصة له بريسين معين زي يعني ده. عندكم المفرق والجملة. نعم. ممتاز. لكم فرع في مكة صح؟ لنا فرع في مكة وفرع في الخميس. وفرع في خميس مشارك. وفي الرياض كم فرع؟ فرعين. فرع خاص بالجملة وفرع بالمفرق اللي هو. وعلاوة على ذلك ترى توصيلهم مجاني لجميع المناطق، الكل يقدر يستفيد. في إضافة؟ سلامتك وأنا أحييك وكذلك أقول يا هنيه المتابعين. الله يعافيك أبو صالح، شوفك على خير يا أبوي. يا هلا.